يتزامن افتتاح موسمكم الكشفي هذا مع إحياء الذكرى الستين ليوم الهجرة المخلدة لمجازر 17 أكتوبر 61. هذا اليوم المشهود في ذاكرة كل الجزائريات والجزائريين الذين عقدوا العزم على أن تبقى الجزائر شامخة مهابة، وأكد من خلاله أبناء الجزائر في المهجر عن تجندهم الدائم إلى جانب إخوانهم في جبهات القتال وفي زنزانات الاعتقال. أبناء المدرسة الكشفية، إن مدرستكم الوطنية تأسست في ظل المعاناة التي كان يعيشها الشعب الجزائري إبان فترة الاستعمار الفرنسي، وتأسست بشموخ وإصرار وعزيمة لأبناء شعبنا، استجابة لتطلعاته في الحفاظ على مكونات وعناصر هويته الوطنية بكل أبعادها، وإشاعة الثقافة السياسية والتنظيمية، وتمكينه من الوعي والنضج لتحقيق الانتفاضة الكبرى ضد الاستعمار.